حيث أكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري في فرنسا من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبي مصالح الطرفين. وخلال لقائه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير بمقر الوزارة، أعرب السيسي عن تقديره لحرص فرنسا على دعم خطط التنمية المصرية فضلا عن النشاط الواضح للشركات الفرنسية في مصر، مشيرا إلى ما يتيحه برنامج الإصلاح الاقتصادي من فرص جديدة لتوسيع نشاط هذه الشركات. من جانبه أشاد الوزير الفرنسي بما تشهده علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من تطور ملحوظ، مؤكدا إعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.